صدق الله العظيم. ما أجمل المتسابقين الكرام أن نختتم هذا اليوم وهذا الليل بهذه الآيات العطرة من الذكر الحكيم، فشكرا لكم على هذه المبادرات، عسى الله أن يجعلها في موازين حسناتكم. والآن ننتقل نحن وإياكم في ختام هذه الليلة الثامنة من ليالي تصفيات زد فرصتك إلى صوت الجمهور، وننقل لكم التغريدات وأراءهم وتعليقاتهم حول هذا المساء، ونبدأ مع أول تغريدة. التغريدة الأولى: المسامح كريم وثاني شيء حسناتكم لا تروح في فلان وعلان، وجل من لا يخطئ، ومستحيل ما حد يغلط بحياته، وكل إنسان يتعلم من خطأه. نصيحة للشباب اللي بيدخل زد ثقتك: لا تجلس بالكرسي اللي عند هاني أبدا، لأنه يوتر أكثر من الكرسي الثاني. متعب بن عبد الله يقول: أتمنى من كل متسابق أن يضع بصمته، لا يقلد من سبقوه في النسخة الماضية، فالمشاهد لا يريد التكرار، يريد فقط التميز من القناة المتميزة دائما. جمهور بداية عندما يقف ضد أي شيء ليس من أجل أهداف شخصية أو غيره، قناة بداية تعد أكاديمية، فلا بد أن يتعلم الكل منها. الإنجازات تكون حتى على المستوى الشخصي، مو ضروري تكون إنجازات على مستوى العالم. الحمد لله ما تغيرت شخصياتهم إلى الآن على جوهم الكويس اللي ما فيه حساسيات وشوشرة. أتمنى ما نتطرق للشخص بأي كلمة حتى لا تكون غيبة له، والقصد من التغريدة هل يكون مشابه له بالشخصية أو لا، والله يسر على الجميع. ناصر الحربي يقول للمتسابقين: ترى عادي جدا تسولفون وتنشدون وأنتم جالسين، مو لازم على المسرح. كن متفائلا بالله أولا وأحسن ظنك به وتوكل عليه، وسترى ما كنت تطمح له بإذن الله. محمد بن بدر العتيبي: الحمد لله على عودتهم، نحن كجمهور لازم تكون لنا كلمة وصوتنا مسموع وساعد على الخير، هذه شاشتنا وملك لنا، خبرة 10 سنوات مضت. أوقات نشعر فيها أنها النهاية ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر بأنها مغلقة ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي. أحترم وأقدر اللي يقدم مشروعه بدون مساعدة أحد، وبرضو أحترم اللي يفزع لخويه بالمشروع ويساعده. نصيحة للمتسابقين: العفوية والكلام البسيط والبعد عن التصنع أجمل شيء ممكن تسويه في البرنامج. لا تحكم على شخص من كلام الناس، يعني حتى لو كان مع غيرك الشخص مو كويس، المهم معك كيف يكون. باختصار، شوف الناس بنظرتك أنت مو بنظرة غيرك. التعامل مع البشر بمختلف عقلياتهم وطباعهم وأخلاقهم يحتاج إلى صبر وتأني، وأحياناً إلى تغافل متعمد. النجم الناجح يتعلم من أخطائه، يثري ثقافته اللغوية، يتقن الإنصات، يتحدث بتأني، والأهم الالتزام بأصول الدين. العميس واضح أنه تعلم من غلطه ومتحسف على اللي صار، بس مساعد حتى في دخوله تقل داخل بضارب. حديث المدرب سعيد الحارثي عن التسامح والعفو: يجعلنا نعفو عن من أساء لنا، والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم خير قدوة. لا تجعل من آراء الناس قيودا تكبلك، اعمل ما اقتنعت به، اطمح، غامر، انطلق، لا تتقيد بشيء، في حدود الدين والأدب طبعا. لا تركض خلف الشهرة، بل احرص على أن تنشر أجمل فكرة، غدا ترحل عن الدنيا ولا ينفعك إلا عمل جميل قد تركته. التفاؤل من الصفات الرئيسية لأي شخص ناجح، فالتفاؤل يزرع الأمل ويعمق الثقة بالنفس ويحفز على النشاط والعمل من باسم الصالح. لا تنظر إلى ما يقوله الناس عنك، انظر إلى ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام. يرحم أمكم لا تشبهون المتسابقين الجدد بالقدامى، هذه نسخة لو عاشوا واقعيتهم راح تصير أجمل نسخة. أكبر نعمة على الشخص اللي يحب التطوير أنه يشوف الدورات اللي تفيده على الشاشة بالمجان، واختصر على نفسه حضورها ودفع فلوس، حمدا لله. الأستاذ ماجد الغامدي والأستاذ سعيد الحارثي قادة ومربين ومعلمين، شكرا لكم على كل كلمة تقدمونها لنا، وجزاكم الله كل خير. خالد ومساعد: اعتذاركم أعطاكم فرصة ثانية، استغلوها بقوة وتميز، وكلنا نخطئ، ما حد معصوم، والضربة اللي ما تقتلك تقويك، وبانتظار الإبداع.
بالتوفيق للجميع في هذه النسخة. متأكدة لحد الحين ما شفنا أي شيء، وكثير من المشاركين عندهم مواهب نعرفها من قبل البرنامج. كلنا مساعد حماد يقول هم متسابقين وراح يقدمون اللي يفيدهم ويفيد الناس، أسأل الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم، سامحوا قبل أن تندموا. رسالة للنجوم، كن منبرا للخير في كل مكان، الأستاذ سعيد الحارثي. أتمنى أن يستمر الأستاذ سعيد والأستاذ ماجد حتى آخر يوم في زد رصيدك، نحن بحاجة لمثل هذه الكلمات، فالإنسان قد تصيبه ركود أو قد يصيبه ركود وإحباط بكلماتكم تعود له روح الطموح. المشاريع اليوم جميلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، الله يوفقكم ويقدركم على تقديم كل شيء جميل للجمهور. حتى لو كان عالم افتراضي وما يعرفك أحد، لا تتخلى عن دينك ومبادئك وأخلاقك وتربيتك واحترامك، وقبل تكتب أي شيء تذكر بأنك محاسب على كل حرف. مجاهدة النفس على التحرر من التدخل في شؤون الآخرين متعبة في البداية ولكنها مريحة في النهاية. آخر تغريدة معنا في صوت الجمهور وهي نصيحة، غدا صيام 9 من محرم، بعد غدا صيام 10 من محرم، اغتنم الفرصة لتكفير الذنوب، وإن لم تستطع فذكر لا حرمت الأجر. كانت هذه هي تغريدات وصوت من الجمهور لكم أنتم متسابقين الكرام في تصفيات زد فرصتك. نقلها وعرضها لكم لا يعني تبني القناة لها كما ذكرت لكم سابقا. تصبحون على خير، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.